مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم. في اولى حلقات برنامج الهرم الرابع، التعليم اللي هيبني مصر ويخلصنا من كل مشاكلنا زي دول كتير نهضت بالتعليم زي سنغافوره واليابان وكوريا الجنوبيه وماليزيا. كل الدول ديت لما بدات خدت الطريق الصحيح واهتمت بالتعليم. دلوقتي انتقلت من صفوف الدول العالم الثالث لدول العالم الاول. اليابان بعد الحرب العالمية الثانية كان ضرب من المستحيل ان هي تنهض، كانت كتلة متدمرة. كوريا الجنوبية بعد حرب السنوات الثلاث كانت عبارة عن كتلة متدمرة ايضا، مات في الحروب حوالي 6-7 مليون مواطن كوري، لكن اهتموا بالتعليم ونهضوا ودلوقتي بقوا في صفاف الدول المتقدمة. كان وقتها الشعب الكوري من كتر الفقر والمعاناة كان بيقص شعره لانه شعره ناعم ويبيعوا كباروكات بحيث انه يوفر رغيف الخبز واهتم بتعليم اولاده. لي كوان يو رئيس وزراء سنغافوره لما انفصلت عن ماليزيا في الستينات بكى لان الجزيره معزوله ما فيهاش اي موارد، ما عندوش اي موارد ان هو يستطيع ان هو ينهض بيها، لكنه اهتم بالتعليم. دلوقتي سنغافوره من دول العالم المتقدم. كل دول العالم اللي نهضت بالتعليم، ونفسنا ننهض احنا مصريين بالتعليم. الدكتور طارق شوقي وزير التربيه والتعليم اعلن عن تطبيق نظام تعليمي جديد بدايه من العام الدراسي اللي هيبدا في سبتمبر القادم، وده هيتم تطبيقه على اطفال رياض الاطفال وعلى الصف الاول الابتدائي وعلى طلبه الثانوي العام بدايه من الصف الاول. نظام التعليم الجديد ده هل هو اللي هيحقق طموحاتنا واملنا في غد مشرق ومستقبل افضل لابنائنا، ولا ما كناش محتاجين ان احنا نبدأ بنظام جديد ونطور في القديم؟ أسئلة كتيرة في الشارع، والمواطن المصري بيسأل، وكل أسرة مصرية وكل بيت مهتم بالتعليم ومهتم مستقبل ولاده بيسأل هل النظام الجديد ده فعلا هيفيدنا، ولا في عوائق هتقابله، ولا وتم الإعداد ليه، وهل الدولة حريصة على تطوير التعليم وفي من الشواهد ما يؤكد ذلك، أم أن المبادرة مبادرة فردية زي ما كان بيتم زمان. الدكتور أحمد فتح سرور يلغي ستة ابتدائي، يجي الوزير اللي بعده يرجعها، الدكتور محمود غنيم يلغي ستة ابتدائي، يجي الدكتور محمود أبو النصر بعديه وزير التربية والتعليم يرجعها. كانت كلها مبادرات فردية وكان فيها عشوائية في التخطيط. هل تم التخطيط والإعداد الجيد لنظام التعليم الجديد اللي هيبدأ علشان نبقى احنا مطمنين، ولا ما تمش وكانت مبادرات فردية زي ما قلت زي ما كان بيحصل زمان؟ كل الإجابة عن الأسئلة دي هنعرضها على حضراتكم ونشوفها في تحقيق متلفز أعددناه بعد متابعة دقيقة ورصد وتوثيق علشان نجاوب على كل الأسئلة ديت. إليكم تحقيق جسر العبور، ثم نعود مرة أخرى معكم لنكمل باقي الحلقة. التعليم هو العنصر الفاعل في حركة الشعوب وتقدمها، وصمام الأمان الواقي في مواجهة التحديات هو ركيزة الأوطان ومعيار ارتقاء الدول. تمثل استراتيجية التعليم في رؤية مصر 2030 ثورة بيضاء على نظام تعليم فشل في محو أمية تلاميذ على مقاعد الدراسة. قبل 6 سنوات قام معد هذا التحقيق بالبحث والتقصي حول نوعية التعليم المقدم في المرحلتين الابتدائية والإعدادية، ورصد من داخل المدارس وقاعات امتحانات الشهادات النهائية وغرف التصحيح حال العملية التعليمية وما آلت إليه على أرض الواقع. أثبت مساهمة النظام التعليمي الحالي في إفراز طالب أمي لا يجيد القراءة والكتابة، وأن وزارة التربية والتعليم تنجح التلاميذ تلقائيا بصرف النظر عن قياس تحصيلهم التعليمي أو اجتيازهم الامتحانات المقررة. في تحقيق استقصائي متلفز بث منذ 4 أعوام، حاولات التشكيك في جدوى النظام الجديد والهجوم عليه وانطلاق دعوات لأرجائه كانت المحرك الذي دفعنا إلى إعداد هذا التحقيق. نقارن فيه بين نوعية التعليم المقدم في مدارسنا ونظام التعليم الجديد، استنادا إلى ما نفذته الدولة من إجراءات سابقة على إعداده وحتى الإعلان عن تطبيقه العام الدراسي الجديد بدءا من رياض الأطفال. في ختام الجلسة الأولى للحوار الشهري للشباب حول قضايا التعليم الذي عقد بفندق الماسا في ديسمبر عام 2016،
أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي المشروع القومي للتعليم بعدما انتهت دراسات المجلس التخصصي في التعليم والبحث العلمي التي تم إجراؤها على مدار عامين حول التعليم، قضاياه وإشكالياته والاستراتيجيات المطروحة لتعديل مساره والنهوض به إلى ضرورة البدء في نظام تعليم جديد يحذو بمصر حذو دول مثل سنغافورة وماليزيا واليابان. في هذا التحقيق نأخذ المشاهد لرحلة للوراء تمتد لأربع سنوات تابعنا خلالها متقيدين بالأمانة والحياد، ورصدنا من الشواهد الدالة والمؤكدة على إعطاء الدولة قضية التعليم أولوية قومية بعدما توفرت للنهوض به الإرادة السياسية. إطلاق المشاريع الداعمة للنظام التعليمي الجديد بدأت قبل سنوات بإطلاق المبادرة القومية نحو بناء مجتمع مصري يتعلم ويفكر ويبتكر بتاريخ 13 من سبتمبر عام 2014، وتستهدف توجيه أولويات الدولة نحو بناء الإنسان المصري. بتاريخ 30 سبتمبر عام 2014 صدر القرار الجمهوري بتشكيل المجلس التخصصي للتعليم والبحث العلمي، ويضم قامات علمية بارزة تتمتع بخبرات دولية في العديد من المجالات الحيوية بهدف المساهمة في تحديد الخطوط العامة للسياسة التعليمية في كافة مراحل التعليم ونوعياته المختلفة، وربط التعليم بخطة التنمية الشاملة للدولة وتطويره بما يحقق الأهداف القومية في إطار السياسة العامة للدولة. وفي 23 من يناير عام 2016 تم إطلاق بنك المعرفة لدعم منظومة التعليم الجديدة. بتاريخ 28 من فبراير عام 2016 زار الرئيس عبد الفتاح السيسي اليابان، ووقعت الحكومة المصرية خلال الزيارة اتفاقية الشراكة المصرية اليابانية في التعليم للاستفادة منها. وقضى السيسي 4 ساعات داخل مدرسة للتعليم الأساسي للاطلاع عن قرب على التجربة اليابانية في تربية وتعليم النشأ. بعد عام من الزيارة تم نقل التجربة اليابانية في التعليم إلى مصر تطبيقا على أرض الواقع ببناء 45 مدرسة، على أن تصل بنهاية العام 2018 إلى 2019 إلى 200 مدرسة. برنامج المعلمون أولا كان نواة انطلاق النظام التعليمي الجديد. قدم التدريب ل 15,000 معلم في المرحلة الأولى، ويستهدف 50,000 معلم في المرحلة الثانية للوصول به لتغطية كافة المعلمين على مستوى الجمهورية. يتم من خلاله تدريب المعلمين على سبل التعليم الحديثة ليتم ربطهم بنظام التعليم الحديث. ساهمت مناهج التعليم الحالي في تكريس ثقافة الاتباع والحفظ والاستظهار، ولم تعمل على تعميق مفهوم الولاء والانتماء للوطن. وأدى خلوها من برامج تربط التعليم بسوق العمل إلى تفاقم مشكلة البطالة، وهو ما صورته الدراما المصرية في أعمال فنية. بينما روعي في النظام التعليمي الجديد التخطيط على كافة المستويات لربط التعليم بسوق العمل، وهو ما أكدت عليه الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط. احنا في تدريب مجموعه كبيره من المدرسين على رياده الاعمال، رئيس المدرسين. احنا النهارده رياده الاعمال والعمل الحر ده ثقافه. احنا عاملين بروتوكول مع وزاره التربيه والتعليم، وزاره التعليم العالي، وزاره التربيه والصناعه. ده بروتوكول بنشترك فيه الاربع وزارات لتدريب شباب مصر على فكره العمل الحر ورياده الاعمال، عشان احنا محتاجين النهارده الشباب. انا كنت بقول الكلام ده في النت الصبح، احنا محتاجين الشباب يتخرج ما يدورش على وظيفة، محتاجين الشباب يخلق وظيفة له واللي حواليه. ليصبح الارتقاء بالمواطن المصري على رأس أولويات الدولة خلال السنوات القادمة مع تطبيق نظام تعليمي جديد، يعني ببناء إنسان يكون لديه من القدرات التي تؤهله للمساهمة في بناء وطنه والحفاظ عليه، ويحقق طموحات وآمال الأسرة المصرية في غد مشرق ومستقبل أفضل لأبنائه. بعد ما شفنا مع بعض تحية التلفزيون اللي عددناه، وده عددناه بعد بحث وبعد رصد وتوثيق بالشواهد وبالدلائل علشان نوصل رسالة طمأنة للمجتمع المصري. هل فعلا الدولة حريصة على تطوير التعليم، ولا النظام التعليمي الجديد هيكون زي اللي سابقه؟ واللي سابقه طبعا يمكن مصر كلها تعلم انه نظام التعليم الحالي
نظام فشل حتى في محو أمية التلاميذ على مقاعد الدراسة. أنا أعددت تحقيق استقصائي من 4 سنين تم نشره في صحيفة يومية مكتوب، ثم تم تحويله متلفز وتم بثه على أحد البرامج ذات الطابع الاستقصائي بإحدى القنوات الفضائية. هذا التحقيق اللي أنا أعددته كان حول نوعية نظام التعليم المصري الحالي. بحثنا وتقصينا في نوعية التعليم وانتقلنا لمدارس ودخلنا غرف التصحيح ورصدنا بالصوت والصورة من داخل لجان الامتحانات اللي بيتم. وصلنا لأنه نظام التعليم الحالي نظام فاشل يضر بالدولة والمجتمع. رصدنا من داخل المدارس تلاميذ لا تقرأ ولا تكتب نسبة كبيرة، وعددنا اشتغلنا على التحقيق بشكل منهجي وعملنا دراسات وتوصلنا لأنه نسبة تتعدى 49% لا يجيد القراءة والكتابة في المرحلتين الابتدائية والإعدادية. طب تعليم فشل في محو أمية التلميذ هيفيدني أنا في إيه؟ رصدنا أيضا في تحقيقنا السابق اللي عددناه حول نوعية التعليم الحالي الذي ما زال معمول به من داخل قاعات الامتحانات وفي الشهادات النهائية رصدنا غش. كما رصدنا أيضا من غرف التصحيح إزاي بيتم التصحيح، والمصحح لا يعبأ بنظم التصحيح السليمة، إيده ثابتة على درجة واحدة بيديها لكل الأوراق اللي بتقع تحت إيده. رصدنا من مدارس متعددة ومن غرف التصحيح ومن داخل قاعات الامتحانات ما يتم على أرض الواقع بالصوت والصورة. وصلنا انه نظام هذا النظام التعليمي نظام فشل في محو أمية التلاميذ زي ما قلت لحضراتكم على مقاعد الدراسة، يبقى ما فيش اي نتائج ايجابية منه نقدر ان هو يحقق طموحاتنا ويحقق الاهداف القومية المنشودة من التعليم. طيب طريقة التعامل مع هذا النظام التعليمي في الوقت الحالي تمت ازاي؟ هل طريقة التعامل زي ما كان بيتم زمان، احنا كنا نرصد المشكلة بالصوت والصورة ونعرضها على المسؤول على الوزير كان ينفي وكان بيعمل بطريقة كله تمام. طب هل دلوقتي في الوقت اللي احنا فيه الحالي الدولة بتتعامل مع المشكلة بنفس الطريقة ولا في تغيير؟ بداية لو رجعنا لتاريخ 27 اكتوبر 2017 اثناء زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لفرنسا، وفي اجابته على احد الصحفيين في سؤال حول حقوق الانسان السياسيه في مصر، رد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وقال له ليه ما بتسالنيش عن التعليم في مصر عن الصحه، احنا ما عندناش تعليم جيد في مصر. طول هنا دلوقتي بيعترف بالمشكله. في الماضي كان ايه اللي بيحصل؟ كان المسؤول بيعمل بطريقه كله تمام، نواجهه بالمشكله رصدنا صوت وصوره كان ينفي ويقول لك كله تمام وانتم بتدوروا على اي حاجه تسيروا بيها بلبله، مع ان احنا كان هدفنا وقتها ان احنا بنرصد المشكله عشان نلفت نظر المسؤول ان في مشكله وعنده قصور في 1 2 نلفت نظره ان هو يعالجه، لكن كان بياخد الامر بشكل غير كده وكان بينفي تماما، وكان بيتم انه الامور كلها ماشيه بشكل سليم وصحيح مع بخلاف الواقع اللي بيحصل. النهارده بيتم الاعتراف بانه انا عشان احل اي مشكله في الاداء خالص لازم اعترف بالمشكلة عشان احلها، ولازم ابحث عن اسبابها علشان ادور على حلول ليها. الدولة دلوقتي في هذا التوقيت عملت اللي انا بقول لحضراتكم عليه. الرئيس عبد الفتاح السيسي اعترف قال لك ما عندناش تعليم في مصر. الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم في اكثر من لقاء اكد ان هذه النوعية من التعليم تعليم بائس يائس يضر بالدولة والمجتمع، ما فيهوش اي فايدة. كان من الضروري البدء في نظام تعليمي جديد. يبقى طريقة التعامل المسؤول دلوقتي مع المشكلة ان هو بيعترف بيها، بيقتحمها، بيدور ليها على حلول. ده يوصلني انا كمواطن رسالة طمأنة ان الدولة حريصة فعلا على تطوير التعليم والنهوض بيه علشان ننهض ونقدر من خلال هذه النوعية من التعليم الجيدة ان احنا نتخلص من كافة مشاكلنا. طيب لو نظرنا لفيما بعد، انا عايز اطور التعليم بالاجماع، ما لم تتوفر إرادة سياسية لن يتم تطوير التعليم في أي دولة من العالم. بمعنى أنه ما كانش رئيس الدولة مؤمن أن التعليم هو أساس النهوض ما يتمش إصلاح وتطوير تعليم في أي دولة في العالم. تجارب الدول العالم كلها بتقول كده، بتقول أنه الإرادة السياسية هي أساس تطوير التعليم. طب لو توفرت الإرادة السياسية، هل عندنا الإرادة السياسية متوفرة في مصر في الوقت الحالي لتطوير التعليم؟ بالشواهد وبالدلائل زي ما عرضنا على حضراتكم وشفنا دلوقتي، هذكر لكم أمثلة منها. زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لليابان في 28 فبراير 2016 تم توقيع شراكة مع الجانب الياباني
مع والحكومة المصرية في التعليم للاستفادة من التجربة اليابانية في التعليم. الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء الزيارة اطلع على تجربة التعليم الياباني وقضى في إحدى المدارس للتعليم الأساسي 4 ساعات عن قرب، تابع عن قرب كيف يتم تربية وتعليم النشء في التعليم الياباني. طيب لما أجي أبص لحاجة تانية دليل أشوف فيه الإرادة السياسية متوفرة ولا لا، المؤتمرات الشباب منذ بدايتها حتى الآن مفيش جلسة من جلسات الشباب الشهري ما بيكانش مخصص ليها جلسة وجلستين للنقاش حوالين التعليم. في 13 سبتمبر 2014 أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة نحو مجتمع مصري يتعلم ويفكر ويبتكر، ديت لتوجيه أولويات الدولة لبناء إنسان مصري. في نفس الشهر 30 سبتمبر 2014 أصدر قرار بإنشاء المجلس التخصصي للتعليم والبحث العلمي. بهدف إيه؟ بهدف أنه هذا المجلس يقوم بدور يبحث قضية التعليم ويعمل دراساته في التعليم ويشوف هل نظام التعليم الحالي ينفع فيه التطوير ولا الضرورة تحتم أن احنا نبدأ بنظام تعليمي جديد. يعني بتاريخ 30 سبتمبر 2014 تم إنشاء المجلس التخصصي للتعليم والبحث العلمي برئاسة الدكتور طارق شوقي اللي هو وزير التربية والتعليم حاليا. بعد 2 شهور من إنشاء المجلس التخصصي للتعليم والبحث العلمي أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر الشباب في ديسمبر 2016 في مؤتمر الشباب الشهري في ختام الجلسة العامة الأولى اللي دارت كلها ونقاشاتها كانت حوالين التعليم، أطلق مشروع مصر القومي للبدء بنظام تعليم جديد بعد ما انتهت دراسات المجلس التخصصي للتعليم والبحث العلمي إلى أن النظام التعليم القديم نظام فاشل ولن يجدي ولن يصلح لتطويره والضرورة تحتم علينا أن احنا نبدأ بنظام تعليمي جديد يحذو بمصر حذو دول مصر سنغافورة وماليزيا واليابان وكوريا الجنوبية. إذا عندي من الشواهد والدلائل والبراهين اللي تؤكد لي وتوصل لي أنا رسالة طمأنة كمواطن مصري حريص على مستقبل وتعليم أولاده أنه رئيس الدولة مهتم بالتعليم. وإحنا بنقول الكلام ده ليه؟ مش بنجمل الصورة، لأ، علشان نؤكد أنه حرص الدولة على تطوير التعليم موجود بالفعل، خطوات بتتم على أرض الواقع وبيتم تنفيذها نكون كلنا شاهدين عليها. إذن تم اقتحام الاعتراف بالمشكلة وتم اقتحامها وتم إنشاء المجلس التخصصي علشان يبحث لمشاكل التعليم ويشوف هنعمل إيه في التعليم ونطوره إزاي عشان ننهض بيه. وبالفعل تم دراسات المجلس التخصصي على مدار 2 شهور من 30 سبتمبر 2014 حتى ديسمبر 2016. خدت الفترة دي كلها دراسات للمجلس التخصصي للتعليم والبحث العلمي حول قضية التعليم. المجلس التخصصي للتعليم والبحث العلمي المنوط بتطوير التعليم عمل ايه بقى من 30 ديسمبر لحد دلوقتي؟ اعد استراتيجية التعليم اللي هيتم تطبيقها في سبتمبر القادم. يبقى اذا الشغل بدأ من 4 سنين، عندي من 4 سنوات بالضبط خطوات واجراءات تم تنفيذها على ارض الواقع لتطوير التعليم والنهوض به في جدية. بعد كده ايه المجلس التخصصي لما حد يطور التعليم، هل طور فيه جزء وساب جزء، عنصر وساب عنصر، ولا عمل استراتيجية وعمل خطة ثابتة واضحة تسير عليها الوزارة ويسير عليها الوزراء المتعاقبون؟ لا، اول حاجة عملها انه لازم بد ان يكون في خطة ثابتة واضحة تسير عليها وزارة التربية والتعليم ولا تتغير بتغير الوزراء زي ما كان بيحصل. زي ما قلت لحضراتكم قبل كده انه دكتور احمد فتحي سرور مثلا الغى ستة ابتدائي الوزير اللي بعديه رجعها، دكتور محمود غنيم الغى ستة ابتدائي الدكتور محمود مصر بعديه رجعها. لا، النظام الجديد بيستند بطريقة منهجية بيتم إعداده علشان يطبق علشان نقدر نحقق الأهداف القومية المنشودة من التعليم. يبقى إذا أنا عندي كده كذا رسالة تطمئني أنا كمواطن مصري إن الدولة حريصة على تطوير التعليم والنهوض به علشان إحنا كبلد وكمواطن نقدر ننهض بالتعليم وننتقل لصفوف دول العالم الأول. طيب هل الاستراتيجية اللي تم إعدادها ووضعها وتطبق العام الدراسي الجديد اهتمت بالمعلم واهتمت بالمناهج وهتقدر وهتحقق لي أنا كمواطن فايدة تعود عليا في ان انا اتلقى خدمة طبية جيدة واتلقى خدمات في كافة القطاعات الاخرى، هتؤدي لي على مشكلة البطالة ولا لا؟
الاستراتيجيه اللي تم وضعها اهتمت بالمعلم، ولذلك تم اطلاق برنامج المعلمون او تدريب المعلمين وتطويرهم على نظام التعليم الجديد، وتم تخريج 15,000 معلم، وفي بعد 4 شهور يتم استهداف 50,000 معلم حتى يتم تغطيه كافه المعلمين على مستوى الجمهوريه. يبقى اذا في خطوات وفي اجراءات تمت على ارض الواقع تطمني انا كمواطن مصري، وتوصل لي رساله انه الدوله حريصه على تطوير التعليم. انا دوري ايه؟ دوري ان انا التف حوالين هذا المشروع القومي اللي هيغير من شكلنا خالص، وهينقلنا من دول العالم الثالث لدول العالم الاول، هيقضي على كل مشاكلنا. احنا لو بصينا على التعليم اللي كان موجود يعني حاليا مفهومنا خطأ، بمعنى ايه؟ سلوكنا كمان الخطأ من التعليم، مفاهيمنا الخطأ من التعليم، بمعنى انه الان انظر الى التعليم على انه شهاده واصل بها لمستوى اجتماعي معين، وببص للموقع او المنصب على انه وجهه اجتماعيه مشدور. لا، نوعيه التعليم الجديد هي اللي هتبنيني انسان لديه من القدرات اللي تساعده على انه يساهم في بناء وطنه، ويكون ليه دور، يبقى هو فاهم ان ليه دور، مش انا مش هبقى ضابط او كنيابه او صحفي او 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 عشان الوظيفه، لا، عشان يبقى ليا دور في المجتمع افيد بيه اللي حواليا، واقدر اساهم من خلاله برضه في بناء وطني علشان بلدي تتقدم، اغلب المصلحه العامه على المصلحه الخاصه. نوعيه التعليم الجديد هي اللي هترسخ لي الحاجات دي، لان المناهج بتتضمن ايه؟ بتتضمن برامج في السلوك، في المفاهيم، كل ده تضمنته استراتيجية التعليم اللي هيتم تطبيقها العام القادم. احنا مش بنجمل الصورة. انا اول حاجة عملتها ايه؟ اشتغلت على نوعية التعليم في تحقيق استقصائي من 6 سنين، قعدت سنتين ابحث واتقصى حتى وصلت ان هو نظام تعليم فاشل. يعني رصدنا المشكلة، لكن لما الدولة بدأت ان هي تكون حريصة في تطوير التعليم برضو رصدنا الايجابيات. لان كدوري كصحفي او كاعلامي مش ان انا ارصد المشاكل بس لو سواها، لا، طالما في حاجه ايجابيه ده المفروض اظهرها علشان المجتمع يلتف حواليها، لانه بالتعليم هننهض، بدون تعليم هنتاخر بقدر ما يتقدم العالم. التعليم هو سبب مشاكلنا، مشكله البطاله اللي موجوده وتفاقمت من التعليم. ازاي؟ انا عندي تعليم شغال دلوقتي من عشرات السنين على نظام انتهى اقتصادي، انا عندي دلوقتي اقتصادي سوق حر. نوعيه التعليم اللي عندي مش متضمنه برامج تؤهل وتهيئ الخريج انه يطلع يشتغل في ظل اقتصاد حر، وده يمكن رصدناه في التقرير بتاعنا قدام حضراتكم. لما سالت انا الدكتوره هاله سعيد وزير التخطيط وبقول لها نوعيه التعليم اللي موجود عندنا ما فيهوش برامج تهيئ وتؤهل الخريج يشتغل في ظل اقتصاد حر، اكدت انه تم بالفعل تطبيق برنامج رياده الاعمال علشان اهل وهيئ الخريج اللي بعد كده يخلق فرصه عمل ليه وللي حواليه. عايز اقول انه هذا المشروع القومي الكبير هو اللي هيحقق اهدافنا، هو اللي هيخلي المريض لما يروح المستشفى يلاقي خدمه طبيه جيده، اللي لما يروح وحده محليه يلاقي موظف يدير مصلحته، هيقضي على كافه مشاكلنا. لو رجعنا وبصينا لمشاكلنا وفي سلوك خطا او مفهوم خطا او مفهوم ديني خطا، كل ده لانه التعليم بتاعنا الموجود حاليا لا يتضمن هذه المفاهيم الصحيحه، ما رسخش وما غرسش فيا من الصغر هذه المفاهيم الصحيحة، ما اعتمدش على ان انا ازاي اتعامل سلوكيا صحيح مع الناس. فنوعية التعليم الجديد والاعداد ليها وما تم خلال 4 سنوات ورصدناه لحضراتكم وعرضناها في تحقيقنا، ده علشان نوصل رسالة للطمأنينة المجتمع ان الدولة حريصة على تطوير التعليم. طب انا كمواطن هستفيد من هذه النوعية من التعليم؟ طبعا هذه النوعية من التعليم هتفيدنا كلنا. لو بصينا للمعلم، هل النظام الجديد اهتم المعلم؟ اهتم المعلم. المعلم في خلال سنوات، لان المعلم ده قيمه وقامه وفوق دماغنا كلنا، وهو اللي هيبني مصر. ليه؟ لان المعلم لما نظام التعليم ده ياخدني بعد 12 سنه في صفوف الدول المتقدمه، هو هيبقى هو الاساس في هذا البناء. طيب مكانه المعلم ووضع الاجتماعي، هل هتظل كما هي عليه الان؟ التجارب والحقائق بتقول انه التعليم المتدني بتتدنى قيمه المعلم، مع التعليم نوعيه التعليم جيد بتكون مكانه المعلم من مكانه وزير. يبقى اذا لو بصينا لليابان، مكانه المعلم هناك دلوقتي مكانه وزير، لسنغافور نفس الوقت، كوريا الجنوبيه نفس الوقت. يبقى لما يبقى عندي نوعيه تعليم جيد خلال سنوات، المعلم مكانته هتبقى في المجتمع، هتعود هيبته وتعود مكانة المعلم اللي احنا عايزينها تبقى فوق،
رؤوسنا كلنا، لأن هو أساس العملية التعليمية. المناهج وما تتضمنه في نظام التعليم الجديد هتفيدنا، طبعا هتفيدنا. المناهج بتتضمن على برامج بتعودنا على السلوك الصحيح، برامج مفاهيم الدينية الصحيحة، بتزرع وبتغرس فيا كل ما هو يصلح من سلوكي، يصلح من مفهومي. المفهوم الخطأ ان انا ببحث عن وظيفة علشان موقع، لا، وجهة اجتماعية، لا، نوعية التعليم الجديد اللي هي هتخليني ان انا افهم ان انا ليا دور في المجتمع، بأدي دور، هطلع لما اتخرج لابد ان انا اديه، ورسالة لابد ان انا اديها. في ختام حلقتنا ان شاء الله هنلتقي كل اسبوع مع برنامج الهرم الرابع على قناة LTC لمتابعة تطبيق استراتيجية التعليم. نلتقي معلمين ومتعلمين وأولاء أمور، وهدفنا هو هدفكم بناء الدولة وبناء الإنسان المصري في رعاية الله وحفظه. والسلام عليكم ورحمة الله.